خويا السلام عليكم. احلى تار السلام يا توره، بلي علينا في الصوت خويا تار، تسمع فيا بابا؟ مريقل هكا تو نسمع فيك انا خويا مريقل على الاخ. صح بيان يا غالي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طمنا على الكارون تاعنا، شنو هي الامور صاحبي؟ لاباس الحمد لله. والله صار حدث مهم خويا الايامات اللي فاتوا، حبيت نجي نسالك نستفسر منك، نحب نعرف شنو هي الحكايه. نتكلم يسالش؟ تكلم على روحك يسالش. والله عندها تو نهارين يحكي وقالوا بطولة افريقيا وبطولة افريقيا وبطولة افريقيا، وانا بالنسبة لي باش تعمل بطولة افريقيا لازم يكون بطل تونس وبطل الجزائر هكا. ما هو معقول؟ هل انت استدعوك على بطولة افريقيا؟ ما كلمني حد. لا مغرمة توينسة لا مغرمة زيرية. بو اسمعني، فما اللي كلموني فما كيفاش متسيبة عاملة تراح. وصيت انا حتى كان وصيت حتى اقرب الناس ليا كان تجبد الموضوع، ارجونا كيفاش خويا كونفيرمي كما احنا عملنا وكسرنا روسنا وقت خويا نعملوا البرنامج ونصيبوا لك باش. ما فما حتى موضوع، فما تفاعيس غادي برشا ومش فاهمين حتى شيء. ما صيبوش كيفاش هكاك كوريا. انت ما كلموكش عليها بطولة افريقيا جمله؟ لا هو كاقتراح موجود، الميساج نتاعي انا وصلته غادي. خرجونا كابش واحد. مش مية. احنا عندنا كابش خويا. مش صايب 10 و20 انا في درجة. صحيح. فهمت خويا الغالي؟ صحيح صحيح لوجيك على الاخر. ركحونا الامور خويا، فما كبيش واحد باش يصايبوا زوز كباش. مش باش نصايب 20 من الجزائر انا ولا كل مرة طلع لي واحد وخي او هذا وهذا وهذا. ركحونا الدنيا خويا كما احنا نظمنا الامور. معناه انت صيبوه لك بايش، فما حتى مشكل موجود بالمسير وقت ما عادش باش يتصيب تقعدوا تكلموا قولوا راهو ما عادش المسير. باهي قص علينا نزاع خويا. باهي باش نكونوا متفاهمين ونحطوا النقاط على الحروف. الكارون تايان 9 تراح مازال في المخزن معزز مكر. اي مستقبل كارون تايان مازال باش يكمل في البطوله ولا بطوله افريقيا حاليا؟ فما الاكثريه هو الافريق. اي فما موضوع شباب كما حكينا فيه. صحيح. ما باش نبداش نغفصوا نحن ندخلوها بعضها. اي كما هي داخله توا بعضها وما عادش كفايه مروحك وين ماشي بالضبط. اي احنا مريقلين ما يهمناش فيها من الغريب. الرجل نتاعنا شنو تقول كما حكيت لك؟ اللي كبش كما اللي عندنا نحن كاونت ايام تاع مغرم التونسي الكل من الطرف للطرف. فهمت. لوجيك على الاخر باش يتصايب مع بطل الجاير نمشوا لهم غادي ولا يجوا بحذانا فما حتى مشكل. واضح وصريح. ونحكيو على الثانية. أي. الثانية هي شنو البرنامج حتى في ما فماش لا فريق ولا اللي هو. موجود كبش خويا. يصفيوا لك كباش خويا خرجونا كبش كيما احنا عملنا قبل. اي. خرجنا كبايش نصيبوا معاه فما حتى مشكل. ونظم رواحهم شوية ويكسر رواحهم شوية من الاخر. باهي. خويا طاهر. الكارون تايا قصة نجاح بدون ادنى شك. الكبش اللي منعم الموت معناها فعلا، الكبش اللي نحى ابطال من اللي بدا يعارك يعارك في كباش خير منه معناها، واخر انتصار ليه كان مع الفرجاني. الكبش اللي وصل على الجول السيرو شهر ونص لا ماكل لا شراب وصار فيه. كي تشوف انهم عملوا بطولة افريقيا بغياب الكارونتايا، هل تعتبروا الكارونتايا تظلم معناها فعلا؟ لا 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 ما ندخلوش احنا فيه الديسكور هذاك كيفاش عملوا هما وكيفاش لموا رواحهم وكيفاش جابوا هذاك وحطوا هذاك. تو العباد هي تحكم من بعد، حتى كي باش نتكلم انا نقول هذاك اش يعمل وش ما يعملش، حتى كي نجيب الصيح يكون بيتي غالب. دونك هو من الداخل يعرف روحه شو باش يعمل بالضبط، يدرى هو صحيح ولا غالب. هل انت كنت حكيت مع الجزيرية؟ انا ما حكيت مع حتى الجزيرية. ما فماش كونتاكت بين كبش الجزيري باش يقابل كارون تايا؟ واللي يقول انا حكيت مع الجزيري يعطيني خويا كارت يوستاب. باهي. ما فماش كبش الجزيري مولاه يحب يقرب لك باش تصير كونتاكت مزيانه باش تصير افريقيا حلوه اخرى؟ جاي هذه للتوضيح خويا. اه يعني فما خويا كبايش كيما حكينا
مش كل مرة يطلع لي واحد أنا وعندي هذا من حبس نسمي الكباش صحيح ما تخلوش فيها. كل مرة جاي لي واحد وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا أخوي اللي مش يهز تليفون يكلمني يبدأ مريقل على اللحظة أخوي خاطر واحد عنده شارج وعنده شوك عنده 7000 موضوع في راسه يعني دوك لأن الكباش احنا ماشيين فيها مريقلين حتى هم ينظموا رواحهم زي دي خرجونا وحاية أخوي فرناني بتاعنا اللوتا كيف الكبايش اللي عندنا ركحوا الأمور كل فينا أخوي اللي يحب يلعب واللي يحب ينعرش عليه أنا يشوف حكي أخرى وكهو باي أخوي باش نوضحوا للناس الكل انت تقول خوي الكارونتا يا رام موجود مازال ما صار له شيء الكبش مازال يعطي للبطحة كان بطولة افريقيا خرجونا كبش من الافريق كان مازلنا في تونس صفي وفي بعضكم وخرجونا كبش في تونس هذا كلامك ديجا هما يعرفوا تو الاشكالية الكبيرة أي. في تونس فما كبش كما يقولوا موجودة فما زوز ثلاثة كبش يقولوا نحن وعم جاي لك امور شو كان نغزرين عندي نعام ولا عامين اخرين باش تصفى فهمتك هو مش لوجيك هذا يا اخويا كبش قاعد يستنى في كبش اللي باش يمشي له حتى واحد ما يقول راهو مولاه والا اقرب الناس ليه طارش مش سايب مع ذاك مشينا من رجلين نكملوا من رجلين اخويا واضح خويا واضح كملوا يكسر واحد خويا ما بقاش كل مره طلع لي واحد ومنه حتى صحابي تقلق زاد اقرب الناس ليه تقلقوا ما تحصلوش عليا الساهر مولا كارونتا يا نكلموا فلان وفلان وفلان ما تجيش الامور صحيت ركحوا الامور اخي البطل واحد وما ينجم يعوضوا حتى كبش يا ولدي تربح صح عليك سيح جي كانوا زيد افرح لك خويا مراد انا مش اقول ناقص ومنا واحد طالع والبارح وقت البارح كارون طيا ما هوش بطل لا ليه اخي ما هوش بطل يا اخي جاي ما جاكش كان هذاك في جيب العرش يعني غرامك ودنيتك يا ودي ما نعرفش انا كيفاش العباد كيفاش تخمم الاخر استوجي انا نعدي عليه ونعطيه كل شيء وركح الامور اخويا خير يرجع للثنين نحكي وغرام نحكي الكبش بيه كبش الناس الكل وانا مش نسميه هو ولا غيره وانا مش يقول لي انت بطل ومنا ينعطيك من الاخر ونعطيك مليار الف ساعه اللي كان جاي عنده الكبش السيد هذا ولا غيره ما يوصل بيه يعرف بيه حتى شيء من الاخر ونعرفوها الحكايه هذي هو كل مرة طلع لنا واحد فيديو كل مرة واحد عملنا موضوع ها وهذا 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 وعبيت قاعدة ما نعرفش شنو واش تعمل فاضي يشغل ولا ما نعرفش معناه انت تارى بكل بساطة يا ولدي كان فما بطل دزاير مكون في رمي في دزاير من معناه عمل بلايس الكل مرحبا وكان في تونس باش تصفيه ومرحبا راني نستنى وكبشي قاعد يستنى يستناه اخوي فيها كبش خاطر اي كان كبش مزال في المسياب تقول لو كبش مزال في المسياب هذا الغرام صحيح مش باش نخبيه ولا احنا وكان ماهوش للمسياب راني انا واحد من الناس نخرج ونتكلم ونقول الكبش راهو ما عادش للمسياب معناه الاشاعات اللي تقول كارونتا يا موليه ما يحبش يخرج بيه ولا موليه هو ما حبش ولا رفض الكل كذب موليه ما يتكلمش انت ديجا تعرف كل شيء نعرف انا ديجا تار سامحني معناه باش قص حل لونجل صغير راهو الناس الكل تلوم على تار اخرج تكلم هذاك علاش جيتك انا قلت يا تار خذ بخاطري وفسر العبيد شوي حوالي يا حبيبي ليه ما نخرجش خويا خاطر انت تو فما مش تخرج وشو مش تحكي خويا على شو مش تحكي الناس خارج الموضوع معظمها هي باش نقول لك شنو هذا ما ديما اعطيني حاجه من الاخر خويا والفهم يفهم فما كبش خويا يمشي تسيب مع كبش راهو هذايا مانيش نلعبوا بيه خويا اللي يحب يلعب هذيك اموره بالنسبه لي انا العبد لله الكبش هذاك خويا المسياب راهو مازال موجود للمسياب توا تنبك العرك نتاعو اللي برشا عباد ما تعرفوش نحكوا على العمر ونحكوا على توا العمر نتاع العرك نتاعو هو بركوس بسنتين عمل ثلاثه تراح هذا الحساب الصحيح واضح خويا الغالي واضح ترك امورهم ازاي خويا الغالي مرحبا بهم زادوا ما عندنا حتى مشكل ولا الدرابوات ودخلت ومنا نسيبوا ما عندنا حتى مشكل وفي تونس كيف يركحوا امورهم خويا واضح خويا واضح تسيب مع اكس يقول لك يجريك انا تسيب مع فردين يقول لك ليه ما نعرفش شنو خويا فما برنامج فما كبش مش نتسيب لازم تسيب مع كبش
عندنا كبش سايب معاه هذاك هو المؤاه كما سايبنا مع كبش اللي سايبنا لها احنا قبل مرجلين ولا لا ما فهمهاش راهو كبش ما تسيبش خويا انا ما تسيبش الخماره زي خويا اي عندك الحق انت عندك بطل تعبت عليه ما يجيش بالساهل تعديت بيه بكل الظروف معناها كان العباد نسيت نحن مفكروهم راه كارون طيارة مش مخف خاطر يا مش مخف خاطر فيه هاي هاي فم لي فما مرحبا يستاهل يستاهل خويا لوجي كبش مزيان خويا وانا حكيت لك من لو قلت لك راه كان هو ما عادش ومنا راني نتكلم نقول راه كبش صحيح وفيه هذا كله زايد عندي انا حتى في المسابات الجايه كله زايد عندي انا واضح حبيبي واضح في تونس مازالوا بعاد باش يوصلوا يقربوا من الكارونتايا في تونس والله انا شوف مش اللي قاعد نتبع انا في الكباش الكباش بباز فما زوز ثلاثة كباش لساني كما قلنا مش نحكيه على لساني اي لا على زوز ثلاثة كباش قراب هما بحذيك نحكيه على فرانة متاعنا اي فرانة صحاح توينسة وذن فرانة متاعنا كما احنا سايبونهم يركوا امور ابو يسيب اخويا كما احنا عاملين برنامج نتاعنا صحيح عندك فيكتوارات نتاعك كاملين يبدا هو زاد الفيكتوارات نتاعو كاملين اخويا الغالي وكبش راهو باش يجي مع كبش راهو باش يسيب كسرش راسك بيه خويا طاهر انا مغروم عادي على الاخر سهل سؤال في الاغراب وقتاش النجم نشوف الكارون تاعي في البط حارني توحشتو جاوبني على السؤال هذا ما نجمش انا ماذا بيا نصيبو راس العام هاي واللي محليها الفازاي نيس اي نعطيك انا الكبش انا نحضره نتاعه ودنيته منه نحبه عنده وقت نصيبو راس العام ما فماش برنامج ما يتخيبش واضح وصاري ما فماش كبش مؤهل مش يعبط معاه راه ما يتخيبش ماهوش المسيات ركح الامور وانا راس العام ولا قبل ولا بعد ركح الامور وكبش واحد اما ما يهبطش البطحه خويا مع اي كبش بطبيعة مع كامل احتراماتي الكبش كله مغرمة كله باه خويا طاهر من بعد ما ربحت الفرجاني اليومين هذا وصلت عروض في الكبش متاع مسياب وانت حسيتها ما تقابلش بعضها الامور عروض متاع مسياب اي كلمك بالتليفون قال لك راه عندي كبش فاهمة 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 الامور ما ركبتش اي فاهمة برشا مش واحد مش اثنين وقبل الفرجاني وبعد الفرجاني وموجود بارك الله الكبش تونس كامله تحب تسيب له معناها تحب تسيب له من حق اي مغروم يكسب كبش كيما كيك يجيك على الاخر اما فما حاجات لازم نلتزموا بهم كيما يكون فرناني تونسي نفس الاطراح يقرب له في العمر في الرباط باش تكون مسيبه مترادعه وما يكون حتى حد يتظلم في المسيبه مولاه يعرف الكبش نتاعو وين يحطه زاد لا فما شكون اعطيه قبل كارونتايا بركة ما يهموش راه يربح ولا يخسر اعطيه تحط فافيش مع الكارونتايا كاهو معني صحيح عندك كبش بريمة صحيح وتشوف انت عندك الفيل نتاعك اليوم فما كبش باش توصل ليه اي شو باش تعمل مع الكبش نتاعك شنو هو البرنامج نتاعك حك راسك وسيب فاهمك خويا فاهمك صاحبي فما رجل خويا في المسير خويا طاهر شنو تحب تزيد توضح للمغرمة خويا يا خويا وش نقول لهم انا هذه ديما انا نتكلم فيه الموضوع هذايا وديما انا نعاود ونرجع طفيوا قلوبكم الكبش راهو كبش الناس الكل اي بطل صار في تونس نحبوه من القديم للجديد هذا اللي نعرفه تربيت عليه هذا مش نازل بغض على كبش خاطر في بلاصه معينه لازم يكون غادي والا منا اللي نسمعوا فيه احنا ما تربيناش هكاك الكبش الباهي كبش الناس الكل هذا اللي انا اللي نعرفه واكيد انا راه كان تصير مصيبه في الجزائر وهما ركحوا امورهم وفهمونا شنو نحكوا انا خاطر كيما نقولوا راه الجزائر مرحبا يا خويا نغبوا اموركم كيما احنا مريقلين غادي اموركم نسيبوا ما عندناش حتى مشكل وصفي وقلوبكم وكبش راه كبشكم انتم لكن انا كيما نسير مع الجزائر راه مش يجوا معنا الكل تونس كامله باش تكونوا مع الكارونتا تونس كامله باش تجي معاك مش تسمع العكس ولا منا انا ما تصورش انا مش يكون الحاصل خويا الغالي كيما قلت لك طفيوا قلوبكم والكبش راهو نتاعكم كبش المغرمه الكل بصغيرهم وكبيرهم
وان شاء الله جاي خير سيد خويا الغالي. خويا ان شاء الله ربي يبارك لك فيها يشتك وطمنا على الكارونتايا يا تار يا غالي. لاباس لاباس الحمد لله لاباس. كبش مريق لاباس. ولكن الغزره هذيك اللي في بالي بها ما حكينا فيه. اي اي. كيما يتعديت. الحمد لله عاد كان لك ليام. هاك لك ليام. الحمد لله خويا كبش بطل. ما يدوم شيء ما يدوم شيء. كبش بطل وبلا ميساج للمغرمه الكل انا كنا مع طار وكيما قال لكم راهو معناها اللي فما فما روح الزبده عطاه لكم في الفيديو ذا يا خويا. اي انسان حب طار يخرج يتكلم خويا وخرج معنا نحن نشكروك طار قبلت خويا المكالمه معنا يعني تعطيك الصحه خويا. ما فما حتى مزيه خويا الغالي بالعكس حاجه مش مفروعه على العباد وتحب تفهم نحكيو ما عندنا حتى مشكل. واضح خويا هذا اللي صار كما قال كما قال لكم خويا طار الكارونتايا قال لكم يا صفي وفي الجزائر خرجوا لنا بطل افيك بليزير كيف كيف في تونس اكبسوا لنا رواحكم ونعملوا فينال بيه في 23 والكبش راهو ماذا بينا نسيبوه كما قال الطار ماذا بينا نسيب كبش نحب نشبع بكبش نحب نتفرج في كبشي كما كل مغروم في تونس يحلم يتفرج في الكارونتايا خاطر كبش قناع وابدع وين تقول راهو فيه عاود يبدا من جديد واخر مبارياته فيس الفرجاني المجراب البارباروس نرجع بيك كبش اقنع على الاخر ربي يبارك لك فيه طار ونخليك كلمة ليك انت. يا ربي فضلك خويا الغالي وكيما حكينا نرجع ونحن ديما كلمة الاخرانية ان شاء الله تكون يد واحد العباد الكل فهمتني سوى فما جامعة ولا برامو مش تصير جامعة من اصله نرزل رواحنا خويا نقصوا من الزايد الكل نحوه ويزو فما شوية كتر حتى في الكبير نقدروه صدقني سيف والله تليفون حلو مرتين ريت في نهارين نحلو مرة على درجة درجية أو في نهارين هذوما تكون شوية قد نحلو نتبع أفر هذي ديما التليفون مسكر خويا ستر الله لا بيه بالحق معاش نجم معاش نجم تشوف خد تشوف واحد يحكي مع واحد واحد تبقى ولده من هنا كيفاش يحكي معاه هذا كله على كباش وعبيت طيحة تقدراتها على كباش ونعرف برشا مغرمه نعرفهم انا بطلت الكباش حتى عندها ما تحبش السيد تغزر في المخزن تغزر تعلف ما عادش عندها حتى رايه اخرى ولا غير شو نعملوا خويا يجي كبش كارونتا يا في سيدي فتح الله جبل الجلوب الاستكتور بتاعي شو نعمل بطل بطل بالنسبه لي حبه من حبه كده يعني. حبيبي بطل احنا مرجلين نمشيو مرجلين ولا كيفاش نحبوا ندخلوا بعضها ليه بالنسبه لي طاهر راك معروف في البلايص الكل الناس الكل تشكر فيك وتحكي على تربيتك وتحكي على غرامك وبالنسبه لي من احسن غرام مش نوع يعني واحد خاطر مرجل في كبش وعامل له ثنيه ومنه ليه خاطر هكا تسمع كل شيء خو ديما نرجع ونحن نقولوا ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله ربي يهدي يا طاهر ان شاء الله ربي يهدي ما حط شيء في بالك خويا البطل عندك الناس تعرف البطل وين الناس تعرف البطل وين نتاع تونس الكل خويا ريت باش نحكي لك طرفه صغيره على تونس الكل باش نحكي لك طرفه الكل يعرف هما الحكايه يا طاهر يا طاهر باش نحكي لك طرفه صغيره ريتها في باج الجزيريه تسمع فيا هما مهبطين بطولة افريقيا بطولة افريقيا والله يجوا مغرمة زيرية قالوا مراكم بطولة افريقيا تهزوك تسيبهم على الكارونتايا بطل تونس معناها تزير تعرف الكارونتايا بطل تونس يعني من غير ما تكسر راسك صاحبي تزيرية وتعرف بوا الالين يا حبيبي صحيح سيد خويا بالله امورهم خويا احنا مش نهربين وكل بالعكس انا يعني نحب نسيب الكبش ما فيها مش نلاحوا في اي مش نلاحوا في اي طرح قال شنو ما خفت خاطر فلان وخاطر من عرش شكون ومن هنا مش نلعبوا به خويا في اخر توا الواحد زي واحد يعمل طرح اللي يعملوا كل طيحوا في الماء قال شنو خاطر رضوكم ومن هنا لوجيك خويا الريقله عملوا لنا كبيش نتاعنا زاد فرماني 24 مرحبا ما فماش خويا نستنوهم زاده ما عندنا حتى مشكل نرجعوا لتونس خويا يكبسوا روحهم شوي يخرجوا كبيش خويا كون فيرمي تونس كامله تعرف الكبشه هذاك واهل سي مع كارونتايا وقتها انا نحضروا الكبيش خويا ما عندنا حتى مشكل سيبوه ما عادش المسياب راهو ما عادش المسياب خويا ما عندنا منش باش نحشموا خويا كاو خويا هذيك راهو الرجله بارا ربي يفضلك يا طار ويكثر منك عايش بابا خويا توا مازلت كي جي درنسي بيا باهين انت فين والحب فين خير منك وين باش تلقى شاد في راسي 100 حلقة هاني جبت لكم الطار هاكم عرفتوا حكاية الكارونتايا نعطيكم لخصة الحديث اول حاجة كان فما بطل جزائر مكون فريمي من 58 ولايه مرحبا على شرط يكون فرناني ظريف بعبوس وفرناني حر
دو الكارون تايا مستعد يلعب على البطولة، لكن إذا كبش تخرجوا تونس كل فيس كارون تايا معناه لك باش تزيد تصفي وتزيد تصفي ويخرجوا بطل واحد يقابل كارون تايا تروا التار. كما كنتوا تسمعوا قلكم أنا نحب نسيب الكبش في رأس العام، ومنيش مستعد نستنى عام واثنين لين تصفي كباش تونس ولين يخرج لي بطل من زير. لبوان الرابع الكارون تايا موصله حتى تليفون من الجزيرية، وطاهر مستعد يخرج به سواء في بطولة تونس أو بطولة إفريقيا وماذا به في رأس العام، لكن إذا يصفي البطولة التونسية ويخرجوا كبش واحد ولا على شرط يخرج بطل الجزائر 58 ولاية كونفيرمي عندهم ولا عدم المسابة ما هيش مشكل، على شرط يكون فرناني حر نفس الطاية هو الكارون تايا ولا يربح صاحبي. هذا ميساج للمغرمة التوانسة، ميساج للمغرمة الجزائرية، هذا يا غرام زمان سنين تسمع منها تسمع منا كان الله يربح صاحبي. الكارون تايا بطل تونس تعطلها كان نسيت نعاود لك الكبش بقى شهر ونص معلق السيرو ورجع نحى الفرجاني نحى المجراب نحى مرباراس نحى هافانا نحى كبير نحى فستق نحى ابطال. ان كنت ناسي افكرك كنا مع طاهر ان شاء الله على قريب نعمل معاه فيديو صوت وصوره، نعرف قلقتكم من الكوفروات تسمعوا مني كان الصوت على قريب باش نخدم لكم تيتروات تسمعهم تتمنى الموت. اقوى بابا اخويا في العالم، السلام على الرجال.